بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين خرسوسانستي نستي المسيح قام بالحقيقة قد قام وهناكم جميعا بعيد القيامة المجيد في عام 2023 نحتفل بالقيامة المجيدة بعد هذا الصوم الطويل الصوم المقدس والذي امتد إلى 55 يوم نحتفل بالقيامه كما كل عام وكما تعلمون ان احتفال القيامه هو احتفال باساس ايماننا وهذا الاحتفال بالقيامه هو احتفال بالمسيحيه واحتفال بالايمان بالمسيح ولذلك القيامه نحتفل بها في كل يوم في صلاه باكر في الاجبيه ونحتفل بها كل أسبوع في يوم الأحد من كل أسبوع إنه يوم القيامة أو يوم النور ونحتفل بها أيضا كل شهر في تاريخ 29 من الشهر القبطي وهو تذكارات للبشارة والميلاد والقيامة نحتفل بها كل عام في عيد القيامة المجيد ويمتد احتفالنا إلى 50 يوم نسميها الخمسين المقدسة والحقيقه عطايا القيامه عطايا كثيره جدا في حياه الانسان. اود ان اتحدث معكم على عطيه من العطايا الغنيه التي في قيامه رب المجد. هذه العطيه هي عطيه العين الايجابيه للحياه. الانسان خلق له الله العين كعضو للنظر، خلق له عينان في وجهه. لكي ينظر إلى الحاضر وينظر إلى المستقبل ولم يخلق له عين في الخلف إلى الماضي جعله ينظر إلى الأمام دائما وهذه العين رغم أننا نشترك جميعا في تركيبها التركيب الفسيولوجي والتركيب الأناتومي ولكن نظرة العين تختلف من واحد لآخر لنفس الشيء عشان كده العين الايجابيه للحياه تتميز بثلاث ميزات الميزه الاولى انها عين واقعيه تنظر للامر في واقعيته في حدوده في شكله وليس في الخيال وتنظر للامر في واقعيته انه امام الانسان واضح ولا يحتمل اي تاويل الجانب الاخر في النظرة الايجابية للحياة انها نظرة انسانية يعني يجب ان تشتمل نظرة الانسان للامور على عمل الرحمة الرحمة لان عكس الرحمة توجد القساوة والقساوة امتلأت بها قلوب كثيرة في العالم ولذلك نظرتها ليست نظرة انسانية الجانب الاخر للعين يجب ان تكون النظره متكامله وليست نظره متناقصه كما تدرون جميعا اننا نقول الكوب اللي فيه جزء من الماء هذا الكوب ممتلئ ام ناقص البعض يراه كوبا ممتلئا بالماء هذه نظره ايجابيه ونظره متكامله والبعض يراه كوبا ناقصا وبالتالي آه هذه نظره سلبيه هذه الامور النظره الواقعيه والنظره الانسانيه والنظره المتكامله تشكل جميعها العين الايجابيه للحياه ساعطيكم بعض الامثله في قصه القيامه واحداث الصليب والقيامه كانوا تلميذين يوحنا تلميذ من الاثنى عشر ويهوذا الاسخريوطي تلميذ من الاثني عشر اختارهم السيد المسيح شافوا تعاليمه شافوا معجزاته حضروا وياه بالتاكيد كان في حوارات بينهم وبين السيد المسيح لكن للاسف يوحنا الحبيب كان له النظره الايجابيه والعين الايجابيه للحياه نراه يرتبط بالسيد المسيح يصل وياه حتى إلى الصليب وإلى المحاكمات ونراه يجد المتعة الكبيرة في أنه يتكئ برأسه على صدر المسيح وأطلق عليه المسيح أو هو أطلق على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه في المقابل يهوذا الإسخريوتي كانت نظرته مادية وكانت نظرته سلبية ولم يرى في المسيح أنه المخلص الفادي الذي جاء لأجل خلاص العالم ولأنه لم يجد فيه تحقيق أطماعه المادية أو الأرضية ولذلك باع سيده بثلاثين من الفضة وفي النهاية ذهب وشنق نفسه ومات وخسر نصيبه الأبدي الاثنين في نفس الموقف واحد له العين الإيجابية واحد له العين السلبيه مثال اخر نرى في احداث الصليب عندما ننظر الى اللصين اللص الشمال واللص اليمين اللي هما شمال ويمين السيد المسيح صلبوا اللصين مع السيد المسيح علشان امعانا فانه مجرم اللص الشمال كان له حديث كبير انه اذا كنت انت المسيح انزل وخلصنا وارفع عننا الالم اللي احنا فيه الم الصليب اللص اليمين كان له نظره نفس الموقف نفس التوقيت نفس الشواهد نرى ان اللص اليمين ينظر نظره ايجابيه ويذكر اننا بعدل جوزينا بعدل احنا صرنا مجرمين ونظر الى المسيح واذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كانت هذه العباره عباره صلاه عبارة توبة عبارة نداء عبارة رجاء وقبلها السيد المسيح في اخر ايام او اخر ساعات حياة اللص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. هذه الصورة تنطبق في نماذج كثيرة جدا العين الايجابية للحياة ولذلك ايها الاحباء تمسك ان تكون لك عين ايجابية عين ايجابيه تنظر الامور في ايجابيتها لكل احداث حياتنا احداث حياتك اليوميه واحداث العمل والخدمه والاسره كل هذه الاحداث انظر ان تكون لك النظره الايجابيه هذا هو فعل القيامه المجيده في حياه الانسان وخلي قلبك دايما مرفوع وبتقول يا رب اديني العين الايجابيه التي ترى الامور في حقيقتها وفي جمالها وفي ايجابيتها ابعدني عن النظره السلبيه او النظره الضيقه او النظره التي لا ترى الا ما هو سيء الحياه فيها جمال ممتد في كل عمل صالح انا سعيد ان انا ارسل لكم هذه الرساله اقدم التهنئه القلبيه باسم الكنيسه القطيه وباسم المجمع المقدس وأقدمها من هنا من مصر إلى كل الإبرشيات والكنائس والأديرة القبطية في ربوع العالم كله أهنئ إخوتي الأحباء الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان والأمهات الراهبات ومجالس الكنائس وكل الشباب وكل الخدام كل الشمامسة وكل الشعب وايضا الى كل الاطفال. اهنئكم جميعا اينما كنتم في اوروبا، في افريقيا، في اسيا، في امريكا الشماليه، في امريكا الجنوبيه او في قاره استراليا. اهنئكم جميعا وهذه التهنئه احملها اليكم الى كل فرد طالبا من ربنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات أن يفرحكم على الدوام وأن يعطيكم العين الإيجابية لكل عمل ولكل حدث في حياة الإنسان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين خرسوسا نستي